هاي جايز، معاكم لارا من لارا صوراب. النهاردة هنلعب لعبة بولين كان. طبعا تلاحظوا لما بدأت أصور فيديوهات دايما بلعب، دي حاجة حلوة جدا، حاجة جديدة عملتها في قناتي. والنهاردة أنا هعمل فيديو ببولين كان بدل روبلوكس. النهاردة انا يعني هبتدي اعمل فيديوهات كتير او كذا لعبه، بس روبلوكس او بولين كينج انا هعمل اي حاجه. اول فيديو بيه بولين كينج اساس فري بار مش ده يعني اوكي فلوس. يس اوكي، 1-on-1. اوكي تعالوا نختار. انا بلعب يا في هاواي يا في نيويورك. هلعب هاواي في لوس انجلوس، في ارض واحدة فمش بفلوس نفسي. يلا هب. اوه لا شهيد العالم اسمه ايه ده؟ هيبدأ الاول سترايك شاطر هو. اوه انا كمان تعال نشوف هل هو هيكسب ولا لا. يلا العب يا عم فاتو. اخر دور اهو اخيرا سبير. نو كنت اجيب سترايك. يس سبير. النت بتاعه مش حلو شكله، عشان النت بتاعه بيضعف كل شوية. النت بتاعي كمان سترايك. رجع تاني اهو. ايه ده النت؟ معرفش النت التاني مش بيلقط كويس شكله دلوقتي، معرفش ليه. سترايك انا هجيب سترايك عليه. سوري مش اكتر مني. اذا انا كسبت ايه ده؟ وفين الدور الاخير؟ اهو توقف. انا كسبت. Strike. ما جبتش الدور ده، حاول اكسبه برضه. هو حظي
ده دلوقتي لكن هكسبه. أنا باجي كام وبرضو سواء قال مني مني غير تعمل غير يس تصبير حلوة. دوري دوري last turn يا رب اعملها. هو بدي اخد دورة بده اطلع بده حاول اسوي كده يعني هتشوف. او يس تعال نشوف هيعمل ايه. هو اخد دور للراجل ده بنتي مش مدخل فيسبوك فمش انا عارف. يلا اخر دور يا رب انا لك كسبينهم مش حاجة. يس انا كسبت انا خدت منه الفلوس ريماتش. نو يلا اختار امبزي انبسطت مرتين حلو. كده اكتر ياي جت سترايك المرة دي بيت اكتر منه كتير. وجبت تاني يقول لي دبل اوهو لسه ما جبنيش. هي اللعبة دي اصلا عبارة عن بتلعب بولين كده بتقعد تعمل كورة كده وتخبط دي بتقعد تكسب ليفلات وفلوس. لو انت خسرت هيجي يضيع منك فلوس اللي انت الفلوس اللي انت خدتها هتضيع منك هتروح للراجل او البنت اللي بتلعب ضدك وبتقعد تحوش فلوس حاجات عشان تشتري بولينج بولز وكده. جربها تبقى حلو. ايوه كده جبت 108. ايوه كده جبت 109 ولسه 53 مني. سوري يا عم الحاج انا هاخد منك فلوسك. او ماي جاد ده بدأ أظل يزيد بسرعة أوي مش عارفة أوصل المية. كسبت هو 93 أنا 100 تسعة.
انا دي هي الحته وقعت هي وصلت الحاجة اللي مش منها. انا لو قفلت النت مش هيشتغل، مش هتشتغل اللعبة. تاني اقفل لوحدي شوية مثلا بلعب مع الناس. لا مش عايزة. اوكي استنى ارد على صاحبتي وارجع لكم. انا رجعت لكم، تعالوا نلعب هنا ليفل 1. بيقولك تارجت سكور 30، انت لازم تجيب زيه او اكتر. لكن لو اقلها تخسر الليفل بتاعك. استنى اشوف صاحبتي تاني ورجعلك. رجعتلكم تعالي. سترايك تشان تسوي بصابش باش طلالك حاجات يلا. الحمد لله عديتها. طالع تجيبي دي تطلع فوق دي ممكن توقعك. كان خدود سكت السبير بقى عشان خسرت في الدور اللي فات. فبيحسبها لي سبير سترايك. اوهو كسبت اخر ليفل قبل ما اخلص الفيديو. بسرعة 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 بسرعة. يس يا ريت تبقوا شاطرين زي في بولين كينج. صمت 24 المكان ممكن الميموري بتاعي يخلص زي في الووتر بارك في روبلوكس. كنت بجرب كل التحاليل، كنت من الأول وقفت لي الفيديو عشان السبيس مكانش كفاية. اوكي اخر دور يلا عشان اخلص الفيديو. اوكي جايز ما تنسوش تعمل لايك شير وسبسكرايب. ما تنسوش تقول رايكم كو الفيديو حلو ولا لا في الكومنتس. لو عايزين اعمل اي لعبة بالتانية قولولي في الكومنت ونعملها. اوكي باي.